اما نجوم ذا فويس كيدز في مصر فشاركوا في اوبرات بلدنا امانه واللي اتعمل بمناسبه عيد الشرطه ال65 وايتي بالعربي كان معاهم في البروفات. ايد بتساعد ايد بتضحي واخدين امن بلدنا امانه حالفين بيهم تاني نصحي مصر وتفضل ارض جنانه. والمقطع ده هو جزء من الاوبريت اللي غنوه الاطفال في الحفله قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي. عايزين يقولوا احنا معاكم وبنشجعكم، عايزين نمسح دمعه اللي بيبكي، عايزين نحط بسمه على اي حد مكشر نقول له اضحك وتفائل ان كلنا ايد واحده بنساعد وبنضحي في الاخر عشان خاطر تبقى مصر. التحضيرات ابتدت من شهر تقريبا، خاصه وان عدد الاطفال المشاركين وصل لحوالي 130، والموضوع ده اتطلب مجهود كبير من ملحن الاغنيه. لما استقرينا على مين هم الاطفال باساميهم السولستات بالذات، غيرنا في اللحن علشان اللي شاطر في الحته الشعبي يبقى لحنه مايل شويه الحته الشعبي حته الكلاسيكال وهكذا. وكده كانت الاجواء في الكواليس، وكان واضح الانسجام بين اطفال كورال مصر ونجوم ذا فويس كيدز وياسمينة نجمه عربس جوت تالنت. ابريت ما بيني وما بين ذا فويس كيدز، هم اصلا منقيني لاني انا هبقى اكبرهم وهم كانوا محتاجين حد كبير. وبتشاركها الغنى جويريه حمدي اللي كانت مبسوطه كمان بانها هتغني قدام الرئيس للمره الاولى. طبعا انا فخوره جدا ان انا هقف قدام رئيس بلدي لان ده شرف ليا كبير جدا، ان شاء الله نعمل حفله كبيره وتبسطوا. وزيها كمان يوسف فرج. غير فويس كمان توفى قدام الرئيس، يعني دي حاجه كبيره قوي قوي. وحماسه ده خلاه يكشف لنا عن المقطع الخاص بيه في الاوبرات. تيجي الناس من اخر الدنيا تيجي تشوف معلمها تزور، دي اثرها بتتكلم عنها وتحكي تاريخ على مر عصور. اما زينب حسين وبالرغم انه عندها امتحانات حرصت انها تشارك في المناسبه الوطنيه دي. كل سنه وهم طيبين، يا رب دايما واقفين جنبنا وبيحموا بلدنا، وشكرا ليهم على كل حاجه هم عملوها وهيعملوها. مش هنضيع ابدا لحظه نبني طريق بنعدي سنين، مش ايد مع ايد لا ايد واحده في رباط لسه ليوم الدين. اما محمد هيثم فمشاركته هتكون مختلفه. ان شاء الله يعني قصيده حلوه بعنوان انتصار. لو فتحتم قلب مصري تلقوا جوه القلب مصر، شيء بيجري في دمي مصر همها من همي مصر، اللي لحم كتافي خيرها من اللي غيرها هي مصر. وبما ان الاطفال دول هم الجيل اللي جاي في مصر ومعظمهم بيشوف السيسي لاول مره فكانوا محضرين كلام ليه. مش عارفه اشكرك ازاي على اللي انت عملته معانا كلنا. بحبه جدا وبقول له كل سنه وهو طيب. ربنا معاك يا رب يحفظك ويحميك، ان شاء الله احنا عارفين ان اللي جاي احسن. قال له شكرا وتحيا مصر. الحماس اللي شفناه بالبروفا كمان كمل معهم امبارح بالعرض، وشفنا كمان قد ايه كان السيسي كتير مبسوط فيهم. هو بصراحه اي حد لازم يتبسط بيهم، يعني شفتي واثقين من نفسهم وبقوا كبار يعرفوا يتكلموا كمان.